يلزم هذه الهيئة بأن تعد تقرير سنوي. صديق أخونا سباح مقصير بالخط، مرحبا بك. مع اللجنة هذه تبين منه هذه. ذلك نابع من ذلك من القواعد والمبادئ التي وردت في مبدأ مؤسسة محاربة الفساد، لجنة المجلس البرلمان على منعمشي، ولكن الهيئة تؤكد على أنه تجاوزات إدارية ومالية واضحة، ولكن هذه التقارير بمعنى الجزائر. نحن متأسفين اللي فما عدد هام من الوزارات، منها وزارات معناها السيادة لم تقم خلال سنة 2016 بإحالة أي ملف على القضاء أو على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبطبيعة الحال الأمر هذا هو مدعاة للاستغراب ومدعاة للتساؤل. الإدارة الأهلية في المنطقة دي بتحتفظ بكثير جدا من السمات بتاعتها القديمة، واللي هي أهمها أنها هي هيكل الإدارة الأهلية الموجود، بتقوم بالعديد من الأدوار القانونية، العديد من الأدوار السياسية والاجتماعية تمتعها بالأهلية، وبتقدم كثير جدا من الحلول الشعبية والمتعارف عليها، والحلول اللي بقى أصبحت هي ممارسات اجتماعية مقبولة بالنسبة للمجتمع. السيد الرئيس في افتتاح خزان الوزارة 2013. هو بيمثل أهله، وهو يعني سفير لأهله في أي حاجة. يعني حتى عندنا هنا في النيل الأزرق إذا حصلت مشكلة في دارفور بيستدعونا بنمشي. نحن على سبيل المثال حتى المشاكل الحدودية نحن سفرة على دولتنا بلا سفارات، يعني سفارات شعبية. فبنسعى